بدي احييكم مشاهدينا مع الحلقة عبر الان تي في. بدي اقول بالبدايه اللي تعرض له وزير الطاقه والمياه يمكن ما حدا شاف الفيديو الا ما اكيد استنكر هالعمل. هذا الوزير اول شيء وزير جديد منه مسؤول عن كل اللي عملوه الوزراء السابقين بوزارة الطاقة. وزير عم بحاول يعمل خطة كهرباء عم يعرضها على المعنيين، على مجلس وزراء وافق عليها، وعم بحاول بشتى الإمكانات إنه يأمن الكهرباء، كهرباء لبنان، بالوقت يلي كمان يعني ما انتبه إنه كان عيد الكبير والقيامة كان بمصر، عم بفاوض وعم بشوف وين صار الاتفاق مع مصر طبعا حتى نقدر نجيب الغاز من عندهم، وما بننسى كمان الاتصالات مع الأردن بنفس الوقت. من هيك إنه بنقدر نعبر بكل الطرق، ولكن إنه نتهجم على وزير عزل هيك يعني جاي لمرافقين ولا حدا وعم ياخذ ويعطي معنا، هيدي شوي انا بشوفها قله احترام. بغض النظر اذا الوزير عنده حق او ما عنده حق، مسؤوليته اكيد مسؤوليه الوزاره، مسؤوليه كهرباء لبنان، مسؤوليه الدوله نتامن لنا كهرباء، لانه اليوم في كثير من المواطنين لهلا بعد ما عندهم كهرباء. مثلا حكيوني اليوم من بسكنتا، شاويه، زبوغه، عين الابو، لهم 10 ايام ما شافوا ساعه كهرباء، ما في كهرباء. ولو بتجي ساعة أو ساعتين، مع أنه مؤسسة كهرباء لبنان قالت أنه من بعد ما وصلت الباخرة وفضت بدار عمار ومبارح بالزهراني رح يصير عنا 5 ساعات، نحن ما عم بيشوفوا بهالمناطق ساعة. وأكيد الساعة إذا أجت بتعمل فرق، بتعمل فرق، بتساعد ناس عندها كتير من الأمور ببيتها بتهمها بكهرباء لبنان، لأنه كمان من المناطق اللي حكيت عنها ما عندهم بقى موتور، وقفوا الموتور لأنه ما عاد قادرين يدفعوا موتور، يعني قاعدين لا كهرباء ولا موتور، وهذا شيء ما بيجوز إطلاقاً إطلاقاً. بينما حواليهم مش عاش على الدنيا ليل نهار، ليه؟ نهار إيه، لأنه الطرقات تركين عليها الكهرباء، والناس عم يعني قبيلهم ما في عندهم ببيوتهم كهرباء ولا على الطرقات. معلومة. جديد للشباب، من بعد توقف أكثر من سنتين لإعطاء قروض سكنية، فرئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب بيقول إنه بعد 45 يوم رح تطلع رزمة جديدة أو حزمة جديدة من القروض رح يطلقها مصرف الإسكان، تستهدف أكيد جيل الشباب بالقرى والمناطق النائية والبعيدة من بيروت، لا مساعدتهم لشراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل، وهالشي طبعا بالليرة اللبنانية على 30 سنة، ممول داخليا وكمان ممول من الصندوق العربي الكويتي، وهون مشكورين أكيد ما بكفالة مصرف لبنان. أكيد أنا ما عندي كل التفاصيل لأنه بحب أنه رئيس مجلس إدارة المدير العام هو بشي لقاء يوضح لنا كيف رح تكون الآلية وكل التفاصيل، ولكن حبيت هيك قلن للشباب إنه ما يفقدوا ولا مرة أمل. وأكيد أسعار القرى والبلدات بتفرق كتير عن أسعار المدن، من هيك موجهة لأنماء الأرياف والقرى والبلدات حتى هالشباب يبقوا بقراهم ببلداتهم، وبالتالي بتكون هاي فرصة لقلن يكون عندهم بيت. اتصالاتكم مشاهدين على 04 44 44 44. باخذ اول اتصال لليوم. الو الو، اهلا مدام. بونجور مدام ربيتك. بونجور مدام ربيتك، انا بحاجه لمساعده. نعم. انا عندي ولدين. نعم. عايشه انا وامي واولاد 2. نعم. مكسوره انا اجار بيتي ومريضه، انا وامي مريضه، بروح بنظف بيوت ارجع طلع حق بزيتي، بعد براده من شي شهرين ب $100 جبنا اكلنا وشربنا، وصاحب الملك من هلا لاخر الشهر ما بدفع له، بده يجتني برات البيت، وانا اولادي صغار، شو بدي اعمل مدام ربيتك؟ مدام بعدك عم تشتغلي بالبيوت؟ نعم، عم بروح بنظي بس تعبانه، شو بدي اعمل؟ بطلع 20 30,000 تجيب حق. اولادك شو اعمارهم؟ صغار 10 و14. بيروحوا على المدرسه شيء؟ ما عارف. على المدرسه الرسميه. نعم. وين ساكنة مدام؟ أنا بترجى، أنا ببرج حمود يا حبيبتي، بترجى
كل إنسان بحب يساعدنا. قديش مكسور عليك يا أجار؟ أنا 7 أشهر مكسورة وهلأ بدي فوت بالثامن. قديه بتدفعي بالشهر؟ 800 ألف. ما عندك؟ لا لآخر الشهر ما بعطي، بده يكبني برات البيت أنا وأمي وولادي. مدام أنت ما عندك رجال، يعني جوزك مش لا موجود؟ لا 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 لا. يعني أنت الحمل عليك لأولادك وللوالدة؟ نعم، والوالدة تعبانة مترجع يد البيضة. نحن حطينا رقمك على الصيام المبارك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، رقمك على الشاشة أكيد. وأنا هون في كتير ناس ما عم يقدروا يلحقوا يمكن ياخذوا الأرقام، عم يرجعوا يتواصلوا معنا. أنا بشكرهم، وبعرف أنه من فرنسا كمان تواصلوا معي، في ناس عم بتابعونا من فرنسا وأنا بشكرهم من قلبي، حبوا كمان يساعدوا وساعدوا كذا عائلة قطعت معنا الأربعة الماضي. وهيدا دليل قديش اللبناني وين ما كان موجود حابب يساعد بالمكان المناسب. كمان بأخذ اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا مدام رجاء، سامعك مايا. أهلا مايا. أنا جربت أتواصل مع حضرتكم قبل، أنا وصلت على المستشفى كنت عاملة كورونا وضليت 7 أيام بالعناية الفايقة لأنه أنا عم بعمل جلسات بذات الوقت. نعم. وظهرت من المستشفى على تكالة مديرة المستشفى، ضل بدهم مني 14 مليون لا قدرت أدفع للمستشفى، مستشفى الحكومي بدهر الباشا. يعني ظهروكي على كفالة مديرة المستشفى بس بدهم منك 14 نعم. مليون. نعم، وفوق هيدا وكله عندي فحوصات دم بالمستشفى، هني ما عندهم اياهم، فحوصاتي بكلفوا 1,800,000، الورقة موجودة معي، لا قدرت اتحكم، لا قدرت ادفع ايجار بيتي، انا اولادي من بعد ما انحرمت منهم ورجعت جبتهم لعندي، رجعت هلا انحرمت منهم لانه ما في مطرح اصلا تحت سلام فيه لانه هي مولادي معي. ولا وين؟ هلا عم بمشي بالشوارع كل ليلة بنام بمطرح، امبارح سمت بمدخل البناية، أنا عندي استعداد أطلع لعندك، حمام ما عم بقدر أتحمم. مدام ولادك وينهم هلا؟ نعم. ولادك وينهم هلا؟ رجع أخذهم بيهم. هني مع بيهم هلا؟ نعم. وأنت هلا لو عم بقدر شوفهم ولا عم بقدر بقى أصلا أمشي على إجري، إجري هيدي رجعت عملت فيها جلطة وما عم بقدر أعمل فحوصاتي لأعرف شو سبب الجلطة. كل الدوية ما قادرة أجيب دواء. اوكي، يعني انت هلا بحاجه لحدا يسدد لك ال 14 مليون بمستشفى ظهر الباشا. نعم. وبحاجه تكملي فحوصاتك اللي ما بتنعمل بالمستشفى. مظبوط، اذا في شي حدا يساعدني لانه لاخذ اوضه صغيره بس حتى اقدر انفتر فيها واتعدت انا ونام بالشوارع. ايه بس مدام سؤال، يعني انت وزوجك بحاله طلاق هلا؟ منفصلين، نحن وصلنا اكثر من 13 سنه. اوكي. نعم. حتى ما في طلاق، ما في محكمة. ايه بس مش عم ما بيطلع لك. لحظة، إذا منفصلين ما عندك أنت بالشهر، ما ترك لك بالشهر شيء؟ لا 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 أبدا أبدا. وحتى عم روح عند الأبونا يلي هو كللني بالمنطقة يلي أنا تكللت فيها، عم بقول له بدي هيدي الورقة تبع فقر الحال، ما عم يقبل يعطيني إياها. ما عم يعطيكي ورقة فقر حال؟ لا ما عم يقبل يعطيني إياها. هلا ما بعرف شو الوضع القانوني، بس بعرف انه انت كمان بلا بيت يعني هلا. مزبوط. اذا توفر لك مثلا تشتغلي عند حدا ببيت او شيء، او اذا توفر لك بدير او شيء. انا ما عندي مشكله بشتغل، بس وضعي الصحي ما بيساعدني. وضعي الصحي ما بيساعدني، يعني عن جد فيني اوقف على اجري، انا اذا بوقف ربع ساعه او نص ساعه على اجري بضلني ملقوحه جمعه. الجلطه اللي عم بعملها باجري ما عم بقدر بقى اتحمله. اوكي، يعني ان شاء الله يكون في مساعده لك، بس المهم انه تشوفي مطرح تنامي. يعني هلا اذا حدا سدد لك مستشفى او شيء هي شغله مهمه، بس المهم انك تلاقي بيت يقويكي. يعني هلا ما بعرف مين بيقدر يستاجر لك، يعني هيدا موضوع اخر صار. يعني بدك تشوفي، انت بدك تشوفي عند حدا شو بدك، كيف بدك تدبري امورك. هلا اكيد في كثير من المشاهدين يمكن يكون عندهم افكار غير انا اللي عندي، يعني فكره معينه ممكن تخدمك بوضعك. بتمنى يكونوا جديين بس معك، وبتمنى اذا فينا نامن ال 14 مليون بكون منيح على اللي بتشيلي عنك انه هالعبء عبء المستشفى. وعلى كل حال بشكرهم بدهر الباشق للثقه، لانه في كثير مستشفيات ما بتطلع المريض، هن على كفاله مديره مستشفى طلعوك، وهيدي شغله كمان يعني يشكروا عليها بهالظروف هيدي الصعبه. أهلا وسهلا فيك، رقمك على الشاشة أكيد إذا حدا بده يساعدك.
ياخذ معلومات اقدر، يستفسر عن اسمك، اكيد هيدا رقمك. يعني اللي بدي اقوله انه مرات بتبقى المساعده يمكن انيه، بس انا دائما بفكر بالمستقبل. اذا الانسان قادر يشتغل، اذا بتامن شغل او شيء استمراريه معينه حتى يكملوا هالناس حياتهم بشكل لايق، بشكل فيه كرامه. باخذ كمان اتصال. الو الو بونجوري. بونجور، اهلا. لك تسميلي، بدي اسالك سؤال. مش مدام ربيكا؟ ايه معك، تفضلي. شو بدك تساليني؟ بدي اسالك من هذيك الجمعه تلفنت لك بخصوص بالبيت تبع الجيش. شو هو تبع الجيش؟ ما فهمت عليكي. ما عم تحكي غيري. لا، عم بحكي مع حضرتك. ايه يلا. مشان لما ماتت اختي بالانفجار بعد ما عندي ما إيه 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 ما عندي بعد ما عندي معلومات بموضوع التعويضات، ما عندي معلومات. بدي اسال بس بعد ما عندي لانه بتعرفي كنت وقفه تعيد، ومش انه انا ما بدي اسال او هيدا، بس حطيتها قدامي نتواصل مع الجيش تشوف اللجنه اذا بعدها قائمه. انا بعرف انه لما بيتوفر المال شو عندهم ميل اكيد في على اللوائح بمشوا، بس انت في وضع خاص كمان مثل ما فهمت، اذا هيك بعدني مذكراك حال مسجل عندي الموضوع. اهلا وسهلا فيك، رح نسال وبجاوبك. كمان اتصال. الو. اهلا. بونجور مدام ربيكا. بونجور. كيفك؟ الحمد لله. مدام ربيكا، انا عندي وضع، انا مره برات بيتي الي شي شهر وبدني يطلعوني من البيت لاني مكسوره على جار البيت. انا جار بيتي مليون، ومره عندي اعاقه، ما عم نط من مطرح لمطرح، ما في محل نام، ما في ماني قاعده بلا كهرباء، ما في شمع، ماني قادر اجيب شمع. انا اذا بدي اقوم على التواليت بتفركش على الكيزات، ما عندي حدا. ما بعرف شو بدي اقول لك صراحه، تعبت كثير. يعني عندي ادويه ما عم بقدر اجيبها. انت عايشه مع مين؟ لوحدك؟ انا عايشه لوحدي وما عم بقدر اشتغل. قد ايه عمرك؟ عندي 57. ايه بس ما بتقدري تشتغلي ليه عندك؟ يعني ليه ما فيكي تشتغلي؟ ما بيقبلوني لانه انا عندي كافيه على الكيزات. ما عم بيقبلوا، بس عم بيشوفوا الوضع ما عم بيقبلوا انه انا يشغلوني. انا بالشارع وما عم بقدر، انا حمام ما بقدر اتحمم. ايه بس هلا انت ما تركوك البيت، بس انت فليتي من البيت؟ أنا ما صليت من البيت، حط الملك بدل البيت. أنا ما عم بقدر أرجع على البيت لأنه هي ساكنة فوقي. وهي عم بتطالبك. ما بقدر أرجع على البيت. وعم بتطالبك لأنه كل يوم كل يوم تجي بتدقدي علي بدها مصاري وأنا ماني قادرة أدفع لها. موتير مكسورة على موتير، ما عم بيدوروا لي، قاعدة على العتم، حالتي حالي. يعني أنا أم لكل إنسان عم يسمعني، إذا بيقبلوا أمهم تكون بالشارع لكون أنا بالشارع. بس لا أسألك شغلة، قد ايه مكسور عليك أجار؟ أنا مكسور علي أجار 5 أشهر، أجار بيتي مليون. يعني هو 5 ملايين، بس ما وقفت هون. يعني إذا 5 ملايين ما بدك تكملي كمان، يعني واحد بده يكمل حياته. مزبوط. بأي منطقة أعمل حضرتك مدام؟ بسم الفيل. ما حدا عم بيساعدك؟ ما حدا ما في حدا، ولا رئيس بلدية ولا جمعيات ولا حدا أبدا. ولا ما عم بتساعد يعني من أي باب. أنا لو في باب أتساعد منه ما كنت دقيت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان أنت رقمك على الشاشة مدى، يعني عم نتركهم شوي زيادة، ونحن دايما من بعد الحلقة في كتير بيتصلوا معنا، بيتصلوا فيها نرجع بنعطيهم الأرقام، بنخليهم هن يتواصلوا معكم، يعني افضل هيك بيتعرفوا عليكم اكثر يلي بدهم يساعدوكم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. طيب مثل اهلا مدام، تفضلي. بونجور مدام. انا عندي ابني عنده كهرباء براسه. نعم. وبدي اعمل له تخطيط للراس وبدي اعمل له فحوصات. نعم. وبنتي عندها اعصاب كمان، طالبين مني تخطيط اعصاب. انا زوجي عامل قلب مفتوح وعنده سكري وضغط، هو بيشتغل عامل يومي، وهلا قاعد بلا شغل، ما في شيء. مكسوره على جار البيت على 4 أشهر، صاحب الملك من 5 أشهر اجى اخذ من عندي البراد من البيت وقال مش قادر ينطرني، وهلا عم بيهددني انه بده يزتني بالشارع اذا ما دفعت له ال4 أشهر. أجاري مليون ليرة بالشهر، فأنا يلا إني أمن دواء لأولادي،
يعني الدواء حقه كم؟ شو بتعرفي ببرم الصيدليات كل علبة بنادول مش قادر اجيب له. يعني شو بدي اعمل؟ ما الي غير الله وانتو، ما الي غير الرب وانتو تساعدوني وتقفوا حدي، والايادي البيضاء اللي عم تسمعني انها تساعدني بهالشهر الفضيل. باي منطقة حضرتك؟ بالجبل. بالجبل. هيدا رقمك اللي عنا اياه حاطينه على الشاشة ما هيك؟ ايه نعم. اوكي. اهلا وسهلا فيكي. يعني أكترية الاتصالات عم تورد، ما في اتصال بيورد كل نهار أربعة إلا ما بدهم الإيجارات، يعني الإيجارات السكن ما عم يقدروا يدفعوا السكن إطلاقا. يعني ما بيسألوا عن الأكل بقد ما بيسألوا إنه رح نصير برات البيت. شو صعب إنسان يعيش بلا سقف؟ مش لأنه المالك، إنه المالك بده عم بيعيش من الملك. المالك ما هو بينطر، في كتير ملاك اليوم هن بينطروا هالأجار حتى يعيشوا منه، وعم يصبروا على المستأجرين. ولكن هالمستأجرين إذا واحد ساعدهم بشهر وشهرين وثلاثة وبعدين، يعني استمرارية. والدولة يعني الحمد لله بلبنان ما في عنا صندوق مساعدات إنه الناس اللي عاطلة عن العمل، الناس المريضة، الناس المعدمة، الناس اللي ما عندها حدا. طب هودي مين بده يكون مسؤول عنهم؟ هلأ المجتمع بيساعدهم، جمعيات مش عم بسمع أنه في حدا من كل يلي بيطلع معي على هو بسأل، ما حدا قال لي أنه في جمعية ساعدته. مش عم بفهم يعني الجمعيات مين عندها، شو برامجها، مين ناسها. ما عم يعني صراحة صرت عم شك بوضع الجمعيات بلبنان. قد ما عم لاقي بمنطقة محددة يعني بين برج حمود وسن الفيل والنبعة والتحويطة وعين الرمانة، بهيدي المنطقة بالذات ما عم نلحق اتصالات وكلها متشابهة، والكل الأجار هو أكتر شيء عبء على الناس. يعني ما بعرف هالبرامج اللي عم تنوضع الوزارات المعنية خصوصا وزارة الشؤون، طب كيف هالناس هو بدنا نحفظ لهم حقهم، نحفظ لهم سقف بيتهم؟ في شيء ما بعرف، ما بيقدر يكملوا هيك. لا وعم بتزيد المعاناة، عم بتزيد كتير. باخد كمان اتصال. ألو. الو. الو. ايه اهلا مسيو، تفضل. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. نعم. يعطيك العافية. اهلا. انا صراحة عم بحكيك عند وضع مش قادر كفي. نعم. يعني الايام ما بعرف لوين وصلتنا. انا امي وبي كبار مش قادر اجيب لهم دواء، مش قادر انزلهم على بيروت اعمل لهم فحوصات. طلبوا مني دواء فحص للمخزون، بده يكلفني كل فحص 200,000 ما عدا الادوية. تبعهم هول بكلفوني 5-6 مليون بالشهر وما عم بيكونوا نص الموظفين. ما بعرف صراحه شو بدي احكي بعد. يعني انا كنت بشتغل بمطعم حد البيت سكر، هلا عم بشتغل دليفري بالدكان عم بقبض 800,000. اجار البيت 1,200,000. مليون و200 اجار البيت، شو بدي اعمل؟ يعني امي وبي عم ننام كتر خير الله، بس مش عم بقدر شبعهم، مش عم بقدر غذيهم، ما عم بقدر اجيب لهم اكل، ما عم بقدر ولا شيء ولا شيء. يعني 800,000 ما بلحق حطهم أجار. يعني صار مكسور علي أجار كل شهر 200,000 ليرة. جارتنا هيك شوي بتطلع علينا، بتجيب لي شوي أكل، بتساعدهم لأهلي لما أكون أنا شوي بالشغل، شوي مرات على المطوب وقطع أنا بتطل عليهم. بس أكتر من هيك ما بقى فيها نحمل. بدي أعمل لهم فصاد، بجيب لهم أدوية دواء سكري لبي سي وفور، ما عم بقدر أجيب لهم. إيه أنت يعني شو كنت تشتغل قبل بمطعم؟ أنت دارس يعني فندقية؟ لا أنا صراحة كنت أشتغل ويتر. يعني كنت أشتغل ويتر بس سكر المطعم على الظروف بعد الكورونا والثورة وكل هالظروف، اضطريت أقعد بالبيت، طلعت شغل هون وماني قادر أنزل على بيروت أصلاً أنبش على الشغل، وماني قادر أترك أهلي، وماني قادر أجيب لهم حدا يهتم فيهم. ماني قادر أبداً. يعني إذا بدي أجيب حدا يهتم فيهم بدي أدفع له، أنا معاشي كله 800,000 ليرة. يعني هيدي. أنا مخجول عم أحكيك الصراحة، بس لا لأنه لقلك شغلة ما بدها خجل، لأنه الكبار السن مفروض الدولة تكون رعيتهم ويكونوا عايشين معززين مكرمين مثل كل كبار السن بالعالم كله. نحن عنا بلبنان مشاريع كلها محطوطة بالأدراج وضرائب قد ما بدك، بس المواطن ما عم بيشوف ولا أي خدمة. هيدي المشكلة. مزبوط. وانت شاب يعني مثل كل هالشباب اليوم يلي لا رح تقدر تعمل مستقبل، لانه انت اليوم مسؤول عن عائلتك، عن اهلك، واهلك كبار بالسن هن اولوية. الكبار هن اولوية اكيد مثل اولاد الصغار.
من هيك كتر خيرك يعني انه بعدك عم لقيت شغل حد البيت تضم كمان حد، بس 800,000 ليره يعني اكيد ما بتجيب لهم، ما بتجيب شيء، اكيد ما بتجيب شيء بهالايام هيدي وبهذه الظروف الصعبه. من هيك يعني، أنا نعم فوق وجعي عم فوق عم شوفهم هن نايمين، لاني قادر اجيب لهم، لاني قادر اجيب لهم دواء، لاني قادر اغذيهم، لاني قادر احطهم مضبوط، هذا وجع فوق وجعي. اكيد اكيد بفهمك كثير يعني، من ايد البيضه كثيره، وبتمنى عليكي على كل شيء، بس ما بعرف عن جد قرفنا الوضع. انتوا نعم عم موت لانه شيء قلق يعني، بشوف امي عم تدمي، انا 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 بفوت بحممها، انا بساعدها، بود بزرع شاب هالجناني لما خلص شغل هيك، لانه نتيل لانه كان مصروف خضره وهيك شوي، وبرضه ما عم نلحق. ما هو هيك الانسان مش عم يترك شيء ما يعمله، بس شو ما عمل ما عم بيقدر يلحق الاسعار، وعم بيلحق هالجشع اللي صاير وهال يعني. قديه بدي اوصف الوضع، ما بدي زيد على قلب اللبنانيين، لانه الوضع بيزيد ساعه كل ساعه بيزيد عن ساعه، ما بدي اقول كل يوم عن يوم. بالمقابل ما بشوف في هيك اهتمام جدي، بشوف مشاريع واكثر وبسمع مشاريع و... طيب وبعدين الناس ما فيها هيك تعيش. معك أنا يعني، يعني انت اللي عليك عم تعمله شوي نص ساعه بفهمك بفهمك. انتو شباب كمان اليوم يعني هاليأس اللي عايشينه بالوقت اللي لازم تكونوا هلأ كل طاقاتكم لهالبلد لأهلكم، عم تشتغلوا عم تنجوا عم بتدبروا مستقبلكم، ربنا معكم. ما بعرف كيف تركينكم هيك، اللي قادر يسافر ما قصر، العائلات عم بتسافر وهيدا شيء كتير خطر بلبنان، فكيف انت مسؤول عن بي وام؟ تحس حالك ملزم، اكيد اكيد ملزم، كل انسان ملزم بأهله، بس وين الدولة وين المعنيين؟ أنا على كل حال بشكر إنك اتصلت فينا، وبعرف إنه أنت ما عم بتأثر يعني، حتى عملت دليفري بس المهم تشتغل لأنه بتعبك، هيدي بقدرها كتير، وكتار يعني عم يسمعوني بقدروها، وإن شاء الله هيك يا رب حدا يتواصل معك على القليل نقدر نأمن لهالختيارية. بيكفي إنه قاعدين ببيتهم ما عندهم أي ترفيه، ما عندهم أي شيء، بيكفي إنه قديش الناس مزروبة ببيوتها، قدي ما بقى اللبناني بحق له يفرح يعيش يظهر يروح، هيدا كله نسيان لبناني يعني، شو هالآخرة للأسف. الله يقويك ورقمك على الشاشة إن شاء الله خير. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال جديد. ألو ألو أي أهلا مدام. بونجور ست ربيكا. بونجور. طب عمرك. وانتي كمان. اللي خليك تضربيني، انا فقيرة معطرة. اين حدا بطلع لي ابدا. ابدا ما حدا بطلع لي فقيرة. لا متغيبش ما عندي اني انتغاص ما عندي. فادي اني انتي لقعدنا نقصتم ما يسخني ولا شيء ولا شيء يعني. الله بخليك يا الله بيرسك يا ست ربيكا صبريني انت. شخليك. وكيف عايشة هلأ؟ مين عم يهتم فيكي؟ مين بيطلع عليكي؟ أنا أحيالي بجهز العصاري أربيكر بشتغل أنا بعمل العروس من الزعتر من البيزات من البيتشي وبكلي. أنت وين ساكنة مدام؟ أنا ساكنة بالطيونة. على الطيونة. طول عمرك. أهلا وسهلا فيكي. ما عندك حدا من القرايب؟ ما عندك حدا من الأهل؟ حدا. أنا غريبة جاي مهجرة بجاني مهجرة. بيتك ملك ولا في عندك أجار مش عم تقدر تدفعيه؟ لا بيتي أجار. أوضة أوضة بيا سيارات قدام الباب أوضة أعطوني إياه وقعدة فيا. أهلا وسهلا فيكي. رقمك على الشاشة. كمان اتصال. ألو 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 يا صباحي. أهلا معك مواطن لبناني. أهلا وسهلا. أنا بدي وجه صرخة بالمنبر الكريم. تفضل. شعب اللبناني جميعا دون استثناء وينهم رايحين؟ بينهم بالانتخابات، هيدي الانتخابات اللي جايه علينا، ياخذوا المثل مني انا. لا في نايب، لا في وزير، لا في بنت كلنا بدنا ننتخبوا اذا بعد. انا مدام ربيتها عندي مصاري بالبنك.
أنا عبر منبري بدي أسأل البعض وجميع المصارف يجيبوا لي عنون لبناني بحق له يوقف لي ما أسحب مصاري وأنا بحالة عصبية، بدي دواء لا أتحكم، بدي مكنة أكسجين، ممنوع ممنوع نام إلا محط المكنة. بأي عنون يا مصر في لبنان أنت بتمنعني أسحب مصرياتي لا أشتري مكنة؟ جيب لي عنون وأنت على راسي. بيجي بقول لك بالعنون، بتقول لي بالعنون في كابيتال كنترول، بحكيك على الكابيتال كنترول بتقلب العنون عزوه وخشين يا مدام ربكة. ما مشي الكابيتال كنترول، ما مشي ما مشي. وقت كان لازم يعملوا الكابيتال كنترول أول ما بلشت الأزمة، كي كنا هلا أني استوعبناها واستوعبوا الناس، هلا أني وصلنا مأخرين. أنا عملت ليتهرب من أنه يعطيني مصاري، وين الدولة رايحة؟ وين الشعب اللبناني رايح؟ مدام ربكة أنا تجولت، أنا تجولت بين الشعب اللبناني كله رايح على الانتخابات تحت طائلة يعطوهم مصاري. اوعوا يا شعب لبناني، ومش هيدا التغيير يلي بده يكون لما بدا يعطونا مصاري حتى ننتخب. انا بس كلمتين عبر منبري، ما بدنا مصاري، ما بدنا ننتخب، ينزلوا على الطرقات يسكروا الطرقات وما يقبلوا اي ثوره يعطوهم مصاري لينزلوا على الطرقات. انا باكد لك مدام نحن اغنى دوله بالعالم، بس يعطونا قانون من اين لك هذا؟ مش يتطبط على الفاره يترك الوزراء النواب. انا مدام تحول لي حسابي مبلغ من المال، الله وكيلك ربع ساعه تحقيق من اين لك هذا؟ يا ترى يا انت على المصرف عم تسالني من اين لك هذا؟ سال الوزير من اين لك هذا؟ سال النايب، سال رئيس مجلس النواب. ليش بدي يتطبق على الفاره ما يتطبق عليكم؟ بدنا نحن قانون من أين لك هذا يشمل كل العالم، من رئيس الجمهورية لأصغر مواطن بالعرب. على كل حال عنا نحن قانون الإثراء الغير المشروع، بس ولا مرة حدا طبقه. يعني نحن قوانيننا بتجنن وما في منها، بس ما حدا بيطبقها للأسف. والوضع يلي وصلنا عليه يعني وضع لدرجة أنه ما فيش رجوع يعني لورا، كلها عم بتزيد الأزمة. ومثل ما قلت يعني الإنسان اليوم لما بيحط مصرياته بالبنك، لأنه البنك موجود، الإنسان يوضع مصرياته فيه، وقال ما كان وجدوا البنوك. فاليوم إذا البنك بده يحدد لك قد ايه تسحب من جنى عمرك، من بده يعرف ليه وكيف ووين. مثل ما عم بتقول في ناس يعني حطت هالمصاري بعد جنى سنين من الهيدا، ما عم تقدر لا تجيب فيهم دواء ولا تقدر تدخل مستشفى. هي لشو بدها اياهم اذا مش ما بدها تاكل مزبوط؟ بتقدر اذا لا سمح الله بدها دواء تشتريه اذا بدها تفوت مستشفى. اليوم لا قادرين يشتروا دواء، ولا قادرين يلاقوا دواء، ولا قادرين يفوتوا مستشفى، ولا عايشين من قله الموت. اللبنانيين في فئه من اللبنانيين صارت عايشه من قله الموت، وبتطلع بوجوه الناس مرات بشوف انه اكيد هالحوادث اللي عم بتصير لانه الناس راسها مش معها بقى، البسمه راحت عن وجهها. هيدا هو اللبناني صوره اليوم. هالفيديو هو أطلقته فايد، يعني اللي هي جمعية الأب أندوخ للأصم، بمناسبة الأسبوع الأصم العربي يلي هو تحت شعار شوفني ما تشوف سماعتي، لأنه يعني اسمعني هو بيقدر يعني ما تطلعوا بالسماعة، تطلعوا فيي أنا بقدر أحكي بقدر أتواصل معكم. رح نرجع نشوف الفيديو مرتين، وأنا حبيت حطه حتى أقول هؤلاء الناس عندهم صعوبات صحيح، ولكن هن حياتهم مستمرة، بدنا نحن كتير ننتبه لإلهم. عشان نسمع الفيديو. ما بسمع منيح أكيد حط سماعة. برا بس قرب شوي. أنا بحكي بكي بدروس بغني وبرقص، بعمل رياضة، بروح على الجامعة، بشتغل، بنتخب كمان. قرب شوي لتشوفني أنا مش سماتي. أسبوع الأصم العربي وهؤلاء هالأطفال، يعني نحن أكيد بدي حيهم حي كل يلي عم يهتموا فيهم، وبدي أقول لهم مزبوط أنتوا بتسمعوا وبتقشعوا وبتقدروا تنتخبوا، وأنتوا
مثل كل إنسان، ولكن في حل كان لمشكلتكم هي هالسماعة، ما تطلعوا بالسماعة، طلعوا فيهم. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.